الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم سعادة الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن ييسر لكم أموركم، وأن يتقبل منكم مناسككم، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين. وبعد، فإن من أعظم ما يمن الله به على العبد أن يهديه لدين الإسلام، وأن يجعله ممن يحمل شريعة الله إلى عباد الله، ومن أعظم ذلك أن يحمل الإنسان إلى الخلق آيات القرآن العظيم وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قد قال الله عز وجل: نظر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وبعد، فقد تفضل الله عز وجل على الأمة لأن هيأ لها رجالا يكونون من أسباب حفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وقد رتب هذا الكتاب العظيم الصحيح واعتنى علماء الأمة به تدقيقا وتأملا وحفظا وشرحا واختصارا وتبليغا. ولذا تيقنت الأمة بأن هذا الكتاب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وبالتالي كانت الجهود عظيمة على هذا الكتاب. ولعلنا أن نتقرب إلى الله بقراءة بعض أحاديث هذا الكتاب وتأمل ما فيها من المعاني، استخراج شيء مما اشتملت عليه من الأحكام. فلعلنا نستمع لبعض أحاديث هذا الكتاب، فليتفضل القارئ بارك الله فيه وفيكم مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، فجاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: فقالت: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت: من جريج. فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر رجل راكب ذو شارة وهي ترضعه، فقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي فأقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، ثم مر بأمة تجرر ويلعب بها فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لماذاك؟ فقال: أما الراكب فإنه كافر جبار من الجبابرة، وأما هذه الأمة فإنهم يقولون لها: سرت في زنيتي ولم تفعل، وتقول: حسبي الله. أورد المؤلف هذا الحديث في كتاب العمل في الصلاة ليبين أن الإنسان إذا
دعته أمه وهو في صلاة نافلة فإن الأولى به أن يجيبها وأن يستجيب لندائها. وقد اختلف أهل العلم هل ذلك على سبيل الوجوب كما قال طائفة، قالوا لأنه قد دعت عليه وقد يكون دعاء الأم من المستجابات وما ذاك إلا أنها على حق. وقال آخرون بأن هذا على الاستحباب. ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في حكم قطع النافلة، فهل تجب النافلة بالشروع فيها، فهل يجب إكمال النافلة بالشروع فيها كما قال بذلك الإمامان أبو حنيفة ومالك، أو أنه لا يجب إتمام النافلة بالشروع فيها كما قال الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. ولعل الأظهر من القولين هو جواز قطع النافلة، فكما جاز تركها ابتداء جاز تركها في أثنائها. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ويدل عليه أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهل بيته فوجدهم يطبخون طعاما فأمر بتقريب الطعام وقال إني أصبحت صائما. ويدل عليه أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتصدق إن شاء أمضى صدقته وإن شاء أمسكها. والمقصود أن المؤلف أورد هذا الخبر من أجل بيان شيء من العمل في أثناء الصلاة. وقوله لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، هذا ورد في هذا الحديث، وقد ورد في حديث آخر أن صاحبة الأخدود تكلم ابنها في المهد، فكانت لما آمن الناس وحفرت لهم الأخاديد ووضعت فيها النيران وألقي المؤمنون فيها، كانت امرأة معها رضيع لها فشحت به عن النار فأرادت أن تتراجع فأمرها بالإقدام. وقد قال بعضهم بأن صاحب يوسف الذي شهد له بالبراءة كان صغيرا لم يتكلم، وإن كان الأصح من قولي المفسرين أنه كان كبيرا بدلالة أنه استدل فقال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فاستدل بمحل وجود قطع القميص على صدق الصادق وكذب الكاذب. فلو كان صغيرا لم يتحدث ولم يتكلم بعد وكان لا زال في المهد لكان لا يحتاج إلى أن يستدل على كلامه. وأول هؤلاء الثلاثة عيسى كما ذكر الله جل وعلا كلامه في سورة مريم حينما قال: إني عبد الله آتاني الكتاب الآيات. وكان في ذلك معجزة ظاهرة. وفي هذا دلالة لمذهب أهل السنة لأن الكلام هو الأصوات والحروف وليس المعاني النفسية، فإن الإنسان من صغر تكون فيه معاني النفسية، فإن الصغير يكون فيه معاني، ولذا قد يتمنى شرب الحليب وقد يتمنى شيئا من الحركات. وبالتالي نعلم أن الصواب أن الكلام هو الأصوات والحروف وهو الذي نفي عمن في المهدي. وأما الثاني الذي تكلم وهو في المهد فصاحب جريج، وجريج راهب
من رهبان بني إسرائيل ترك الناس وترك مخالطتهم وذهب في صومعة له يعبد الله يصلي ليلا ونهارا. فجاءته أمه في يوم من الأيام ودعته ونادته باسمه فتردد هل يجيبها أو يكمل صلاته، إلا أنه مضى في صلاته، فكان هذا سببا من أسباب دعاء أمه عليه. وفي هذا دليل على جواز إجابة الإنسان في صلاة النافلة لنداء أمه ولنداء غيرها. وقد جاء في الحديث السابق أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فكان بالإمكان أن يفعل الإنسان ذلك فيكون بذلك قد خرج من الخلاف الوارد في قطع الصلاة في إجابة النداء. وفي الحديث اجتناب الإنسان لدعاء والديه، وأن من الدعوات المستجابة دعاء الإنسان لأولاده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم لئلا توافقوا ساعة إجابة. وفي الحديث قوله وجوه المومسات، المراد بالمومسات النساء الزواني اللاتي عرفنا بهذا الأمر. وفي الحديث إشارة إلى أن مما يعصم الإنسان به أن يجتنب مواطن الريب، ومن ذلك رؤية وجوه المومسات. وقوله فتعرضت له امرأة، جاء في بعض الروايات أن بني إسرائيل كان عندهم امرأة جميلة مومس، فتذاكروا عندها جريج وعبادته وإعراضه عن الدنيا، فقالت أما إني لو تعرضت له لترك عبادته وأقبل إلي، فتحدوها في ذلك فذهبت إليه وتعرضت له وأرادت منه أن يواقعها، فأقبل على صلاته ولم يلتفت إليها، فعادت وفي الطريق لقيت راعيا يرعى الغنم فمكنته من نفسها فحملت منه، وادعت أن هذا الحمل من جريج الراهب. ولكن العجب كيف يكذب صاحب العبادة ويصدق من كان معروفا بمعصية الله جل وعلا مجاهرا بجريمة الزنا. ولذا على الإنسان أن يتحرز من الأخبار التي تنقل إليه، وأن يعرف من أصدر هذه الأخبار ليعرف كيف يتعامل معها التعامل المناسب له. وفي الحديث فضل جريج ومكانته رحمه الله تعالى. وفي الحديث أن أي اتهام لا يقابل بالقبول إلا بعد أن يكون هناك أدلة وبراهين. وفي وقتنا الحاضر ومع انتشار هذه الوسائل الجديدة التي فيها نقل الأخبار سواء من وسائل الإعلام أو من وسائل التواصل الاجتماعي، نجد أخباراً من مجهولين، وفي مرات أخباراً من متهمين، فنجد أن بعض الناس يصدقهم خصوصاً في اتهام أصحاب الفضل والمكانة. ولذا ليعلم أن أهل الشر يريدون تلطيخ سمعة أهل الخير لينتشر الشر ويقل انتشار الخير. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة.
قوله هنا فأتوه فكسروا صومعته فيه التحذير من الاستعجال في الحكم على الأشياء، والتحذير من إتلاف أموال الآخرين بدون المقتضى الشرعي، وفيه إشارة إلى أن حركة الغوغاء من فوضى ونحوها ليست مما يتوافق مع مقاصد الشرع. الشرع يريد انتظام أحوال الناس، فقيام بعض الأشخاص بالتصرفات بدون مراعاة الضوابط الشرعية يؤدي إلى مخالفات للشرع عديدة. وقوله وأنزلوه يعني من صومعته، وكانت في مكان عال فسبوه، وفي بعض الروايات أنهم طافوا به في أطراف البلد منكوسا، فلما وقفوا به قال ما عندكم؟ قالوا زنيت بفلانة وأتت منك بولد، فأمرهم بإحضار المولود فتوضأ ثم صلى. وفيه دلالة على أن الوضوء والصلاة كانت مشروعة على من قبلنا. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على مشروعية ما يسمى بصلاة الحاجة، بحيث يدعو الإنسان فيها ربه جل وعلا، وآخرون نفوا ذلك وقالوا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا قال من أبوك يا غلام؟ فقال أبي الراعي، فيه إثبات الكرامة لأولياء الله، والكرامة تفضل من الله جل وعلا على بعض عباده. وقياس الولاية ليس بالكرامة وإنما بالإيمان والتقوى، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليحذر في هذا الباب من بعض ألاعيب بعض الأشخاص الذين يظهرون أنفسهم بمظهر الولاية ليخدعوا الخلق، إما ليكون لهم مكانة ومنزلة، وإما ليتبعوهم على باطلهم، وإما ليأخذوا شيئا من أموالهم. ولذا فإن العبرة بصدق المقالة وعدمها مدى موافقتها للكتاب والسنة، وليس بما فيها من الكرامات. ولذا قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكم وجدنا من أشخاص يستعملون شيئا من الخدع وأنواع السحر ليخدعوا الناس ويصرفوهم عن معتقدات الحق. ولذا ورد عن بعض السلف أنه قال ما رأيت رجلا يسير في الهواء أو على الماء فلا تصدق ما يقول حتى يوافق ما في الكتاب والسنة. وروي عن بعض الصالحين أنه كان في هذا المسجد، فبينما هو فارغ من صلاته فإذا بصورة تكون أمامه، فإذا بذلك المنظر المهيب على عرش عظيم، فيقول له يا فلان إني ربك وقد أعفيتك من التكاليف. فقال أأنت الله الذي لا إله إلا هو؟ فزالت تلك الصورة، فحدث الناس فقال ذاك شيطان يريد أن أترك ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لو عفي أحد من تكاليف الشريعة لعفي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا له نبني صومعتك من ذهب، فقال أعيدوها كما كانت من طين
وفيه وجوب أن يصلح الإنسان ما أفسده، وفيه أنه لا يلزم من أفسد مال غيره أكثر مما أفسده لمن أفسد ماله. وفي الحديث أيضا ذكر المرأة التي كانت ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، وفي هذا إيراد قصص الماضين من أجل أخذ العبرة والعظ منها، وخصوصا إذا تأيدت بمصادقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايته لها. قال: فمر رجل راكب ذو شارة، أي هيئة حسنة، أي هيئة حسنة. وفي هذا أن رفعة الإنسان في الدنيا لا تدل على صحة منهجه ولا سلامة طريقته، وأن متع الدنيا إنما هي هبات من الله يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء، وليست دليلاً على سلامة صحة الرجل لا بالإثبات ولا بالنفي. فليس من مقتضى صلاح الرجل أن يكون فقيراً أو أن يكون معرضاً عن الدنيا، بل قد يكتسب الإنسان الدنيا لتكون له عوناً على آخرته، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وفي الحديث تمني الوالدة لولدها أصلح ما يكون، وإن من أصلح ما يكون صلاح أحوال الإنسان في آخرته. وفي الحديث إنكار الإنسان على من سمع مقالة خاطئة من غيره، ولذا أنطق الله هذا الصبي لينكر مقالة والدته ودعواتها. وفي الحديث أن مصائب الدنيا لا تدل على نقصان درجة العبد عند الله جل وعلا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه. ومن ثم فالمؤمن صابر على أقدار الله المؤلمة، شاكر لما آتاه الله جل وعلا من النعم. وفي الحديث النهي عن أن يكون الإنسان جبارا في الأرض، وفي الحديث فضيلة من اتهم بجريمة لم يفعلها وعظم مكانته عند الله جل وعلا. صلى الله عليكم. قال عن معيقب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. في الحديث ذكر النهي عن الحركة في أثناء الصلاة، وأنه لا بأس بالحركة اليسيرة لمصلحتها. وفي هذا نهي عن تسوية الأرض من أجل أن يسجد الإنسان فيها إلا أن تكون بحركة واحدة. والظاهر في قوله فواحدة يعني في جميع الصلاة وليس لكل سجدة، كما قال بذلك الأكثر. ويلحق بالتراب كل ما مات له من مثل تسوية الفرش التي أمام الإنسان أو نحو ذلك. صلى الله عليكم. قال عن شعبة قال: حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبين أنا على جرف نهر قد نضب عنه الماء
إذا رجل يصلي وهو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه، فانطلقت الفرس وجعل يتبعها فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، انظر إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل الفرس. فلما انصرف شيخ قال: إني سمعت قولكم وما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابة أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي، وإن منزلي متراخ، فلو صليت وتركت لم آتي أهلي إلى الليل. في هذا الحديث ذكر شيء من الأعمال التي يجوز للإنسان أن يفعلها في صلاته، متى كان ذلك لمصلحة حفظ ماله، ويماثل هذا ما احتاج إليه من أنواع ما يحفظ. وقوله: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، حرورية طائفة من الخوارج، ولهم علامتان: أولاهما الخروج على صاحب الولاية، وثانيهما تكفير أهل الإسلام. وفي الحديث إشارة إلى أن الصحابة كانوا يقاتلون الخوارج، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته بقتالهم، وقال: لئن لقيتهم لأقاتلنهم قتال عاد وثمود. وفي قوله: فبين أنا على جرف، يعني على طرف النهر أو الوادي، فقد نضب عنه، أي أن الوادي قل ماؤه، وبالتالي أصبح طرفه جافا. قال: فإذا رجل يصلي هو أبو برزة. في هذا جواز الصلاة في المواطن الجافة مما نزح عنه مياه البحار والأنهار والأمطار. قال: وإذا لجام دابته، وهو الحبل الذي يمسك به رأس الدابة بيده، يعني قد أمسكه وهو يصلي. في هذا جواز إمساك لجام الدابة في أثناء الصلاة خشية من هروبها. قال: فجعلت الدابة تنازعه، أي تحاول أن تسحب الحبل من يده وأن تذهب عنه، فكان يمسك هذا اللجام، فإذا سارت من أجل أن تنطلق من صاحبها جعل يتبعها ويسير معها وهو في صلاته من أجل المحافظة على ماله. قال: فترك صلاته، يعني ترك الوقوف لها، الظاهر أنه استمر في صلاته. قال: وتبعها، يعني تبع الدابة حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته. يحتمل أنه أعادها، ويحتمل أنه أكملها. فجعل رجل من الخوارج يعيب عليه ويقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني يدعو على أبي برزة لكونه ترك صلاته من أجل الفرس، فهذا زيادة تشدد وتنطع، ظن أن الله قد أوجب عليه المضي في صلاته في هذه الحال. فقال: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. وهذه طريقة الحرورية في اتهام أهل الإسلام وإشاعة القدح فيهم، ليسير الناس على طريقتهم في تكفير المسلمين. قال: فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، يعني أن أبا برزة لما سمع قول هذا الرجل الحروري وقال
أبو برزة سمعت قولكم، يعني ما عبتموه علي بكوني اتبعت فرسي، وما عنفني أي لم يوجه اللوم والعتاب علي أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات فيه تناول الإنسان على نفسه عند الحاجة إلى ذلك، وفيه تعريف الإنسان بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ليؤخذ بروايته للحديث، وقال وشهدت تيسيره، فيه بيان ما اشتملت عليه هذه الشريعة المباركة من التيسير على العباد. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي، يقول أنا مخير بين اثنتين، أولهما أن أمسك الدابة، وبالتالي إذا رجعت إلى أهلي رجعت عليها فسهل علي ولم يلحقني مشقة المشي، وبين أن أترك هذه الدابة وبالتالي هي سترجع إلى مألفها والبيت الذي تعيش فيه، لكن هذا يشق علي فإنه سيعيدني إلى بيتي على أقدامي فيتعبني ذلك. وفي هذا دلالة على أن المشقة ليست مقصودة لذاتها، وأن التيسير هو مقصود الشرع في العباد. وقوله إن منزلي متراقٍ أي بعيد، وفيه جواز ذهاب الإنسان للمكان البعيد عن منزله. قال فلو صليت وتركت يعني دابتي لم آتي أهلي إلى الليل، فكان هذا شاقاً علي. صلى الله عليكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. في هذا الحديث تكليف الإنسان بعض من يتبعه وبعض من يمون عليهم بأداء بعض الأعمال التي يريدها، وفي الحديث تقرب الإنسان إلى الله عز وجل بتنفيذ مثل هذه الأوامر من باب التعاون على البر والتقوى، وفي الحديث أن من تمت توصيته بأداء عمل ينبغي به أن يبادر إليه وأن يسارع في قضائه. وقد استدل به طائفة على أن الأصل في الأوامر أن تفيد الفورية، وفي الحديث أن رد السلام لا يجب في بعض المواطن، ومنها السلام على المصلي، وفي هذا دلالة على أن المصلي إذا سلم عليه فإنه لا يرد لا بإشارة ولا بكف ولا بأصبع، وإنما يمتنع من الرد لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء من ذلك. كانوا في أول الإسلام يردون السلام كلاما، ما أصبحوا يردونه باليد، ما أصبحوا يردونه بالأصبع، ثم نسخ ذلك على ما في حديث جابر هذا وحديث ابن مسعود الذي ورد في أول الباب. قوله فوقع في قلبي يعني من الحزن والألم ما الله أعلم به، فقلت في نفسي
لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أي غضب علي أني أبطأت عليه. وفي هذا دلالة كما تقدم على أن الأوامر تفيد الفورية والمبادرة. وفي الحديث سعي الإنسان لتصفية قلوب إخوانه تجاهه بحيث يزيل ما قد يكون في قلوبهم من الريب. وفي الحديث تكرار الإنسان لكلامه ليسمع عنه كما كرر جابر سلامه. وفي الحديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام بكونه في الصلاة. في الحديث صلاة المسافر على الراحلة للنوافل وأنه لا يلزمه أن ينزل منها. وفيه أن من صلى نافلة على الراحلة لم يلزمه استقبال القبلة وجاز له أن يتوجه إلى أي جهة أو إلى الجهة التي تكون وجهته إليها. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة أن يصلي الرجل مختصرا. المراد بهذا أن يضع الإنسان يده على خاصرته. الخاصرة تكون في وسط البدن على جوانبه. وقد جاءت النصوص بالأمر بوضع الأيمان على الشمائل كما في حديث علي رضي الله عنه وحديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والجمهور على أن هذا النهي لا يبطل الصلاة لكون هذا النهي لم يعد إلى ركن من أركانها بل عاد إلى أمر خارج عن ماهيتها وبالتالي لم تبطل الصلاة بذلك. أثابكم الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول الناس أكثر أبو هريرة فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة فقال لا أدري فقلت لم تشهدها قال بلى قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. في هذا الحديث ذب الإنسان عن عرضه إن الصحابي الجليل أبا هريرة تكلم بعض الناس بكثرة روايته فأراد أن يبين لهم أنهم قد حفظ أشياء نسيها غيره ممن كان معه ولذا كثرت روايته رضي الله عنه. فقال يقول الناس أكثر أبو هريرة يعني من رواية الأحاديث. وقوله فلقيت رجلا يعني أنه أراد أن يثبت أنه حفظ ما نسيه غيره وبالتالي قال أنا أصلي ومعي جماعة من الصحابة فأكون ذاكرا لما تمت قراءته في الصلاة وهم لا يتذكرون ما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم. وفي الحديث مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة العشاء التي سماها العتمة. قد ورد في بعض الأحاديث النهي عن تسمية صلاة العشاء باسم العتمة فقال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فتقول العتمة إنما هي العشاء. وقد حاول جماعة أن يجمعوا فقالوا النهي في حال ما لو غلب استعمال هذا اللفظ أما إذا استعمل استعمالا بدون أن يكون غالبا فإنه لا يدخل في النهي. ولذا قال في الحديث لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. وفي الحديث أن بعض الناس قد ينشغل باله في أثناء الصلاة فلا تبطل صلاته بذلك. لهذا فإن هذا الرجل لم يعقل ما قرأ الإمام وما ذاك إلا لوجود تفكر في ذهنه أشغله عن صلاته
فلم يحكم ببطلان الصلاة في هذه الحال. فهذا شيء من الأحاديث التي رواها الإمام البخاري في كتاب العمل في الصلاة. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه رداً حميداً. اللهم اجمع كلمتهم على الحق وألف ذات بينهم. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، وبارك فيهم وجازهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.